الألف مع عادل أربع العيادة المسموح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وحياكم الله، وإطلالة جديدة نجدد من خلالها اللقاء معكم وبكم في برنامجكم طبابة ألف، حيث العيادة المسموعة. يعني نستضيف دوما وأبدا من الأخصائيين والاستشاريين اللي بيفيدونا دوما وأبدا بالأمور التي لابد أن ننتبه لها من أجل صحة وسلامة وعافية في مجمل حياتنا. اليوم حديثنا بتأكيد مهم، وخاصة فيما يمس بأمراض الأوعية الدموية. بالتأكيد لابد أن يكون لدينا الإدراك، خاصة إن هي مادة الحياة، هذه الدماء التي تجري في عروقنا، لابد أن نعرف كيف ممكن أن نحافظ على جريانها ووجودها، وأن نبتعد عن كل ما يصيبها من علل وأمراض. ونرحب في هذه الحلقة بضيفنا الدكتور أيمن إبراهيم، استشاري جراحة الأوعية الدموية. حيك دكتور أيمن. أهلا بك. أهلا وسهلا. يا هلا دكتور أيمن، الله يسلمك، وطبعا سعداء بوجودك معنا. الله يخليك، أنا أسعد. وكذلك نسعد بكم مستمعينا الكرام. طبعا دكتور أيمن اليوم حيكون حديثه بالتأكيد حيهمكم، خاصة عن الأوعية الدموية، وهو استشاري لجراحة الأوعية الدموية، وأيضا الحديث سواء عن الأمراض اللي بتصيب الشرايين، سواء الانسداد المزمن، التمدد الشرياني، الدوالي، الجلطات، أشياء فعلا تخلينا ننتبه ويعني نتعرف أكثر وأكثر حتى نستفيد وننعم بإذن الله تعالى من خلال هذه الاستفادة بالصحة والسلامة. أذكركم بأرقام التواصل، لأن حنفتح إن شاء الله باب التواصل تقريبا بعد 20 دقيقة من الآن أو 25 دقيقة، على الأرقام التالية: على 011-217-8585، أو على الرقم 012-616-1100. خلوا هذه الأرقام موجودة عندكم عشان إن شاء الله تكونوا متابعين لأي استفسار حول أي نقطة قد تستشكل عليكم أو حبيتوا تتأكدوا منها. دكتور أيمن، بداية طبعا لابد أن نتعرف عن الأوعية الدموية، ويعني فعلا فائدة حفاظنا على هذه الأوعية أو على مسارها بطريق سليم وصحيح. في أول كلامنا بنقول الأوعية الدموية بنقصد بيها مجموعتين كبار قوي، نعم، اللي هو الشريان أو الوريد. نعم. وظيفة الشريان باختصار هو بيوصل الدم المؤكسد اللي هو فيه أكسجين اللي هيغذي الأنسجة من القلب للأنسجة والأعضاء. فده رايح بالدم الأكسجين، نعم، كويس، والوريد اللي راجع بالدم اللي خلاص اتاخد منه الغذاء والأنسجة اتغذت ورجعت اللي هي الميتابولايتس والحاجات اللي راجعة من نتيجة التمثيل الغذائي، بترجع في الدم اللي هو بنسميه كده بالبلدي اللي مش نضيف في الوريد على، نعم، القلب برضو، عشان يطلع من القلب على الرئة ويتأكسد وينضف ويرجع تاني على القلب وهكذا، والدورة تكمل. نعم نعم. إذن احنا مهم جدا ان نحافظ على هذا السير او العملية، طيب، اللي بيكون يعني حتى ينعم الانسان بصحة وسلامة، انه بيصل الغذاء او الدم إلى كافة الأنسجة. معنى ذلك أنه لابد أن ننتبه من أعداء موجودة داخل الجسم، وهي الأمراض اللي ممكن أن تصيب الأوعية الدموية. وهذه الأمراض ممكن أنها يعني تنقسم إلى عدة أقسام، نريد أن نتعرف على هذه الأمراض حتى ننتبه منها. وبس في نقطة عنوان عريض كده، يعني الوقت لما الشريان يتقفل، أيوة، هيحصل إيه من الواقع اللي أنا قلته ده؟ أن الدم مش هيوصل للعضو أو للنسيج، أكيد، فالنسيج هيبقى نقصه الغذاء الكافي والأكسجين الكافي، نعم، فيبدأ يشتكي أو يبدأ يظهر عليه الأعراض المشكلة، نعم. إنما الوريد لو حصل إن الوريد اتسد هيحصل إيه؟ هيحصل إن الدم اللي راجع من النسيج أو من العضو هيتحبس، نعم، فيحصل شكل تاني من أشكال الأعراض، عبارة عن غالبا بيظهر في صورة تورم أو احتقان دموي. ده في الأول. خلينا بس نبدأ أول بأمراض الشرايين. أمراض الشرايين متقسمة مجموعتين كبار في الغالب مش هنخرج عنهم، هو يا إما الشريان يتسد يبقى انسداد في الشريان، يا إما الشريان يحصل في حاجة اسمها تمدد. نعم. تمدد يعني يكبر زيادة عن اللزوم،
الشريان مثلا حجمه الطبيعي المتعارف عليه 5 ملي يبقى 10 ملي. أيوة. طب هو الواسع ده حاجة كويسة ولا حاجة فيها مشكلة؟ هنتعرف عليها. لكن الأول نبدأ بالانسداد. أيوة. الانسداد المزمن للشرايين بيبقى سببه غالبا تصلب الشرايين. في أسباب أخرى أقل شيوعا بتبقى أمراض مناعية والتهابات في الأوعية الدموية أقل بكتير من حيث التواجد. لكن اللي منتشر هو اللي عند الناس كلها تقريبا هو التصلب الشرايين. نعم. تصلب الشرايين ببساطة شديدة هو عبارة عن ترسب لدهون وكالسيوم في جدار الشريان. نعم. فجدار الشريان يقعد يتخن لحد ما يتسد خالص أو يضيق. نعم. طبعا يضيق المجرى فما يكون الوصول الدم سريع. بالضبط. مساره خفيف. نعم. بالضبط. أيوة. يا إما يتقفل خالص. أيوة. الدم ما يوصلش. نعم. هو ده تعريف بسيط للقصور المزمن في الشرايين. أيوة. أنا شرايين بقى اللي بتتأثر بالحكاية دي. في كل عضو مهم وكل نسيج في الجسم وصل له شريان عشان يغذيه. فلو خدنا الشرايين المهمة اللي في الجسم اللي ممكن تتأثر بالمشكلة دي وتعمل فعلا مرض, أشهرهم وأهمهم الشرايين التاجية اللي بتغذي القلب. نعم. فلما الشريان التاجي يترصف فيه الدهون دي والكالسيوم ده يتسد فالقلب يتعب ويحصل ما يسمى بالذبحة الصدرية. أيوة. اللي بيبقى أجزاء من عضلة القلب بتموت نتيجة إن ما فيش دم واصل له. الشرايين التاجية دي مختص بها دكتور القلب ودكتور جراحة القلب. نعم. هي خارج نطاق جراحة الأوعية الدموية. جراحة الأوعية الدموية بتختص بكل شريان خلاف الشريان التاجي, ابتداء من الشرايين السباتية. الشرايين السباتية دي اللي هي بتغذي المخ, دي ماشية في الرقبة, دي لما تسد يحصل أعراض عصبية. أقصاها وأخرها والعياذ بالله جلطة. ما عارفين. لكن بيبقى في علامات قبلها زي ضعف او مشاكل في الكلام او هكذا نتيجه الانسداد ده او الضيق. في الحالتين ممكن ناحيه واحده تعمل المشكله, يعني حتى لو شريان شغال لا ناحيه واحده تعمل مشكله. نعم. هم شريانين ماشيين في الرقبه لكن لو ناحيه اتقفلت هتعمل مشكله. نعم. تاني أهم حاجة بعد الشرايين السباتية الشرايين الطرف السفلي. طبعا هي أشهرهم وأهمهم لأن الشرايين الطرف السفلي طبيعتها طويلة ومتعرضة للستريس نتيجة الحركة, لأن الطرف السفلي الرجل بتتحرك وماشي وحركة, فده بيحط الشريان تحت ضغط. فدايما هو شريان الرجل عرضة قوي لأن هو يحصل له موضوع التصلب الشرايين ده. نعم. أهم أعراض الانسداد المزمن أو تصلب الشرايين اللي نتج عنه انسداد في الشريان بتاع الرجل, فعلا كيف بيبين معانا أنه إذا كان هذا عنده فعلا المشكلة دي؟ مبدأ الناس كتير جدا عندها انسداد في الشرايين هم مش عارفين. أي. لأنه هو أحيانا كتير بنسبة يمكن 4-1 أو 3-1 ما بيبقاش لي أعراض, يعني من ضمن كل خطورة. طيب من ضمن كل 4 عيانين عندهم انسداد في الشرايين في 3 ما بيشتكوش ومش حاسين بحاجة, واحد بس اللي بدأ يشتكي. فعشان كده بدأ ينصح دلوقتي مؤخرا ان اي عيان او اي انسان بقى مش عيان, اي واحد فوق 60 سنة يعمل كشف دوري على الاوعية الدموية بتاعته شرايين الرجل بالذات. لان عملية تصلب الشرايين وترسب الدهون ده بيسموه عملية فيسيولوجية, يعني تقريبا مفيش واحد فوق 60 ما عندوش شوية دهون في الشريان بتاعه. أيوة. حتى لو ما عندوش امراض. نعم. طبعا اهم حاجة بتساعد على ترسب الدهون والمشكلة بتاعت التصلب الشرايين دي في حاجات معينة كده بتسرع قوي القصة دي او بتعتبر مسبب رئيسي اللي هو مرض السكر. ايوه. تدخين السجاير, الضغط, طبعا والدهون الكتير في الاكل. لكن لو فرضنا ان كل الحاجات دي مش موجودة برضو فمع السن الكبير بيحصل شوية ترسبات دهنية في جدار الشريان, فما فيش واحد فوق 60 أو 65 ما عندهش شوية دهون في جدار الشريان بتاعه. عشان كده بننصح بأن احنا اللي عدى 65 سنة يبدأ يزور دكتور أوعية دموية يطمن بس على شرايينه لأنه ممكن يبقى عنده ومش حاسس. نعم.
دي نقطة. النقطة الثانية الأعراض إيه هي بقى؟ اللي هو الواحد اللي بيشتكي من كل أربعة ده. نعم. اللي عنده انسداد. هي الأعراض متدرجة. بداية بيحصل ألم أثناء المشي. حاجة بنسميها كلوديكيشن بين. ألم أثناء المشي إن هو بيتمشى، البني آدم اللي بيتمشى طبيعي مع المشي العضلات بتتحرك كتير، محتاجة دم كتير عشان تواكب الحركة دي اللي هو النشاط الزيادة اللي نتج عن المشي. نعم. فمع الطبيعي بيحصل ايه عشان يواكب الزيادة دي؟ بيحصل تمدد بسيط في الشريان، ربنا سبحانه وتعالى سامح بيه بميكانيزم فيسيولوجي معين، فالتدفق الدم يزيد فيكفي العضلة. طيب لو العيان ده او البني ادم اللي بيتمشى ده عنده الشريان مقفول، هو قاعد كده ما عندوش مشكلة، العضلة متغذية كويس ومكفية، لكن احتاج زيادة شغل، عايز دم زيادة، مش عارف يجيله دم زيادة. ايوه. لان الشريان مقفول فيبدا يشتكي بالم يجيله اثناء المشي، بس اللي هو زياده الاكتيفيتي، زياده الحركه. ايوه. العضله محتاجه دم ومش عارف يلحق عليها الشريان على قده. هنكمل النقطه هذه دكتور، لكن حنطلع فاصل مستمعينا ثم نعود. ابقوا معنا. طبابة ألف مع عادل ضربة، العياد المسموح. ومكملين معكم مستمعينا الكرام موضوعنا اليوم عن أمراض الأوعية الدموية بحضور الدكتور أيمن إبراهيم استشاري جراحة الأوعية الدموية، وما زال حديثنا عن أهم هذه الأمراض اللي بتصيب الشرايين والأسباب والتعريف لهذه الأمراض، وحديثنا كان عن الانسداد المزمن. دكتور أيمن، زي ما قلنا مع احتياج العضلة للدم الزيادة مع المشي، نعم، يبدأ تشتكي بقى، تبدأ العضلة تتعب، مش لاقي دم زيادة لأن الشريان مكفي بالعافية وهي قاعدة بالتأكيد وهي مريحة، لكن لما مع الاكتيفيتي مع الحركة تبدأ الاحتياج يبدأ يحصل الألم. وهو بيسموه ألم أثناء المشي لوكلوديكيشن بين، أنه بيجي مع المشي، بس الآن هو قاعد في سريره أو قاعد على كرسيه ما بيحسش بأي مشكلة. نعم. المرحلة اللي بعد كده بقى لما يزيد الانسداد قوي، والألم عفوا دكتور يعني منطقة الألم بالضبط في الرجل، يعني هل هو باطن القدم أم أنه في أماكن محددة بتبين معه؟ لا، هو دايما بتمسك مجموعة عضلات معينة اللي هي مسؤولة عن المشي أكتر ومرتبطة بمكان سرد الشريان. يعني لو فرضنا أن الشريان اللي مسدود هو شريان الفخذ، دايما الألم بيبقى في مجموعة عضلات السمانة، لكن لو الشريان مسدود أكتر شوية فوق، يعني الشريان الحرقوفي مثلا او الشريان الاورطي، بيبقى الالم اكتر في الفخذ من ورا وعضلات اللي هي العضلات الفخذ من ورا وفوق. نعم نعم. لو الشريان المقفول تحت اكتر تحت الركبه، بيبقى الالم في القدم اكتر. ايوه. يعني بتتغير حسب او مكان، حسب المكان، حسب مكان سدد الشريان فين. طب بمعنى انه بمجرد وجود الالم، خاصه يعني يمكن في هذا العمر قصدك يا دكتور، يعني من الستين بيحصل مثل هذه الآلام في وقت المشي، أم أنه والله لا ممكن يكون فيما هم دون هذا السن؟ ما هو مرتبط بقى بعملية تصلب الشرايين، هو غالبا تصلب الشرايين بيحصل فوق الستين. أيوة. إنما لا، في ناس بيحصل تصلب شرايين عندهم بدري، وخصوصا مؤخرا بدأ يحصل في سن الأربعين بنشوف حالات تصلب شرايين وتحت كده كمان. نعم. فهو يعني غالبا بيبقوا كبار في السن، لكن أحيانا برضو نلاقي سن أصغر من كده وبيبقى عندهم المشكلة. نعم، عشان الواحد إذا جاله الآن ما يكون عنده يعني شوي يوسوس ويقول لا ممكن يكون عندي مشكلة في الأوعية الدموية والانسداد. في أسباب تانية غير الشرايين المسدودة دي تعمل الألم أثناء المشي. أيوة أيوة. هو ليه كاركتر معين كده، بيبقى تقلصي، يعني بيسميه كرامبي بين، يعني زي ما عارف لما تلعب ماتش كورة ويجي لك شد عضلي. أيوة. هو نفس الألم ده بالظبط. ده كاركترستيك او مميز او مميز قوي لل اي مش زي اي الم يعني. لا، في الام تانية بقى زي اللي هو اشهر حاجه طبعا بتعمل الم اثناء المشي، اللي هو الانزلاق الغضروفي وضغط الاعصاب اللي جاي من الظهر ده، بس ليه كاركتر مختلف خالص، بيبقى من ورا وملوش علاقه بالعضلات قوي، وبيبقى صرخه كده او يعني الم شديد حاد. انما الالم الكلوديكيشن ده بيبقى ليه مميز، يعني ليه شكل معين. نعم. لما الموضوع يزيد بقى ويبدأ يبقى الدم مش مكفي العضلات ولا مكفي الرجل أثناء الراحة كمان، فيعمل حاجة اسمها ريست بين أو ألم أثناء الراحة. دي مرحلة متقدمة، ودي علامة مش كويسة، علامة أن الشرايين مقفولة خالص بقى. دي بيبقى العيان قاعد
والألم شغال ده بمكانه كاركترستيك برضه قوي، بيجي في الأدم ووش الأدم من فوق. ده بيبقى ألم شديد جدا لدرجة ان احيانا العيان بيجي من كتر الألم بيطلب يتعمل له الباتري من كتر هو يعني خلصوني بقى منها. بس بأمر الله بيتعالج، لكن بتبقى حالة متأخرة والمفروض العيان ما يسيبش نفسه للمرحلة دي. نعم. في مرحلة أصعب من كده كمان بقى، اللي بيبدأ يحصل غرغرينة. نعم. غرغرينة دي يعني إيه؟ يعني نسيج مات نتيجة مات من الجوع يعني بالمرض كده. نعم. مفيش دم. مفيش دم يوصل للمكان ده. نعم. فالنسيج مات من كتر ما هو مش لاقي دم بدأ يموت ويتعفن. نعم. ويبقى طبعا منظرها مميز جدا، لون أسود وريحة مش كويسة، ده معناها ان دي نسيج ميت. الغرغرينه لازم تتشال. نعم. مشكله الغرغرينه ان هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لان دايما الغرغرينه معها عدوى بكتيريه بتبقى غالبا شديده جدا. ايوه، عدوى بكتيريه شديده تسرح في الدم تعمل تسمم في الدم، يبقى نقلنا بقى من مشكله رجل لمشكله مهدده للحياه. نعم. يعني ممكن تؤدي للوفاه والعياذ بالله. فدايما الغرغرينه دي علامه خطر كبيره جدا. مفيش حد عيان صباعه يحصل لونه يسود او يحصل فيه الغرغرين الشكل المميز ده ويسكت، ما خلاص يعني هتستنى ايه تاني؟ صحيح. فعلا المظاهر طبعا تبينت من خلال هذا المرض، لكن هل في يعني ممارسات معينة تجعل الإنسان ممكن يتعرض إلى مثل هذه الأمراض دكتور، والواحد حتى ينتبه لها؟ أكثر حاجة بتعمل المشكلة دي تدخين السجاير، وأكثر حاجة بريفنتابل يعني أكثر حاجة تقدر تمنعها. أيوة، لأن السيجارة دي بتبطلها، لأن السيجارة فيها مواد يعني تعتبر من أكبر الأسباب بحدوث مثل هذا الانسداد، انسداد الشرايين تعتبر أهم سبب بيعمل مشكلة التصلب الشرايين دي. دي حاجة بإيد الواحد خالص يعني. نعم. أنت بإيدك تبطل السيجارة. في حاجات تانية ما أمراض ربنا بيبتلي بيها الناس زي السكر والضغط. أنت مش هنقولك ما يجيلكش سكر، ما هو ما حدش يعني هيقدر يعني، بس على الأقل يعني يظبط سكر، يبقى كنترول السكر ده يبقى ما يعلاش. نعم. والضغط كذلك، الضغط أهم من السكر كمان. نعم. الضغط بيعمل يعني الضغط ده مشاكله كتير، بيسموه القاتل الصامت، لأن كتير قوي الضغط بيبقى عالي والعيان مش حاسس إنه عالي. علاوه ده بقى يفضل إنه عالي والعيان أن أوير كده أو مش واخد باله إنه عالي، يعمل مشاكل بقى للصبح. نعم. من ضمنها تصلب الشرايين. نعم. أذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل هاتفيا على 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. كذلك بالإمكان التواصل معنا عبر حسابنا على تويتر على ألف FM ALIF ALIF FM. طبعا ذكر كذلك بأرقام التواصل عبر رسائل نصية لمشتركي STC 81-040 موبايلي 660-001 وأخيرا في زين 701-3-1-3. دكتور أيمن، أيضا يعني تذكرت من أهم الأمراض وأكبر سببين يعني أو يعني مرضين موجودين هو الانسداد المزمن والمرض الثاني اللي هو التمدد الشرياني. فكرة عن التمدد الشرياني. التمدد الشرياني هو مشكلة إن الضغط الدم يعني الدم ماشي في الشريان بضغط معين. أيوة. هو فلو يعني فوليوم، حجم دم ماشي في ماسورة. أيوة. فالماسورة دي الحجم في ماسورة محكومة بيعمل ضغط. نعم. لما الشريان يكبر مشكلته في ايه؟ ان في ضغط وهو كبير، كبره ده مش طبيعي، كبره ده بيبقى فيه مرض في الجدار مخلي الجدار رقيق جدا. ارق من الطبيعي. نعم. الطبيعي ربنا سبحانه وتعالى عمل الجدار الشريان دوت طبقات معينه بشكل معين بحيث يستحمل الضغط ده. ايوه فهمت عليك. لكن نعم. لما يحصل التمدد ده بشكل مرضي نعم بيبقى الجدار الشريان بيخليه مشدود لدرجه مشدود بالظبط كده. نعم. رقيق وهو ما بيقدرش بقى يتحمل الضغط، فممكن جدا مشكلته الاساسيه، مشكلته تقريبا الوحيده، هو مش الوحيده لكن الاساسيه الخطيره جدا، ان هو ينفجر. طبعا تخيل لما الشريان ينفجر بضغط الدم اللي فيه هيحصل نزيف داخلي. نعم. ممكن يؤدي للموت طبعا، للوفاه. دي نعم. مش دي خطورته يعني. نعم. والجزء الخطر في الموضوع او هو ليه، طب ما احنا عارفين ان هو ماشي تمدد شرياني يبقى نعالجه. المشكله الكبيره بقى ان هو 90% من الناس ما بيبقاش عندهم اعراض. ايوه بيكتشف بالصدفه. نعم.
حناخذ النقطة هذه مهمة جدا كيف تعرف عليها أكثر وأكثر، لكن معنا اتصال دكتور. أم محمد. أيوة محمد. أيوة بكلم الدكتور. أي معك دكتور. أي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. مساء الخير. أنا عندي أخويا ليه 3 سنين معاه جلطة، بس إيش علاج اللسان هذا يتعدل؟ وهو أول سوى حجامة في العيد، بعدين جات الجلطة على الحج، مدري أول ومدري آخره. معلش قوليلي من أول كده، جلطة عنده جلطة بتقولي؟ لا 3 سنين. أفنن؟ عنده من ثلاث سنين. ثلاث سنين. من ثلاث سنين عنده جلطة. وهو أبغى أشوف علاج عشان اللسان عنده مو متعدل، وبعدين هو سوى حجامة في العيد وجات الجلطة في الحد، بس ما ندري هو من الحجامة ولا عشان السكر ارتفع عنده وجاب له جلطة. هي بس سؤال، هو الجلطة في الوريد ولا في الشريان، ولا أنت ما عندكش فكرة؟ ما أعرف، بس في الرأس هي جات عنده، بمنطقة الرأس. يعني هي جلطة في دماغه، في المخ يعني. أيوة. وعملت معاه ضعف في نص جسمه، مش كده؟ أيوة. في الرجل ما يقدر غير يمشي بعصا. ويهتز يعني، واللسان ما يعرف يتكلم، معفوت يعني. هو عنده كم سنة؟ بعد 50، ما أدري. بيتعالج من أمراض إيه؟ عنده سكر، عنده مغط. عنده السكر والضغط. طيب هو اول سوى حجامه في العيد، حجامه عارف الحجامه؟ انا عارف الحجامه. ايوه بس احنا ما ندري، اول شيء ما في شيء، بس ما ندري هي من الحجامه. لا مش هي الحجامه، مش هتعمل كده ومش هتعالج كده يعني، لا هي هتعمله ولا هي هتعالجه. لا هو سواها قبل الجلطه. لا مش هي اللي عملت الجلطه. لا خلاص، المهم اللي ما ندري، يمكن السكر ارتفع عنده ولا لا. الجلطه يعني هو ممكن يبقى الضغط عالي، انا يعني محتاج طبعا اشعات وفحوصات. نعم. ممكن يكون ضغط عالي، او ممكن تكون جلطه جات من القلب وقفلت الشريان اللي بيغذي جزء من المخ فعمل الجلطه دي. نعم. لكن طبعا الحجامه ما لهاش علاقه بالموضوع، ومحتاجه طبعا فحوصات واشعاعات عشان تحدد السبب وتحدد العلاج. نعم. ما زال حديثنا الدكتور عن التمدد الشرياني، تذكرت يعني تعريف له كيف ممكن يكون شكل هذا التمدد. نعم. ما هي المشكله زي ما اقول لك ان العين ما بيكتشفش المشكله دي. مالوش اعراض، هو شريان كبير شويه، هو انا عايش حياته بشكل طبيعي وخلاص. غالبا بتيجي ازاي؟ بيروح يشتكي بوجع في بطنه لاي سبب من الاسباب، فيعمل الترا ساوند اللي هو الاشعه التلفزيونيه، فيكتشف بالصدفه. ايوه. ودي خطورته. نعم. لما يكبر قوي التمدد يبدا يعمل اعراض ضغط، بيضغط على اللي حواليه، يضغط على مثلا اهم شريان او اخطر شريان بيجي فيه تمدد شريان، هو الشريان الاورطي اللي هو الشريان الكبير اللي ماشي في البطن، اللي بيدي الجسم كله تقريبا. طبعا ده لو لا سمح الله حصل في انفجار بتبقى مميتة يعني. ده حلو. معنا اتصال بس عبد العزيز. عبد العزيز مرحبا، حياك الله. تفضل عبد العزيز، معك الدكتور. يا هلا، يا مساء النور. اهلا وسهلا يا عزيزي. انا عندي شوي زي ما سمعت منك شبه تصلب شراييني سفلي. تمام. اذا جيت ومشيت يحس ببرودة في اسفل الظهر، ثم تنزل تحت شوية، ثم تشد الأعصاب حقت الرجل اليمنى. اليمين بس؟ في اليمين. أنا سبق أني قبل سنة أجريت عملية توسيع للقناة، سموها القناة اللي في أسفل الظهر. توسيعة قناة. ده كده أنت حالك عندك مشكلة في الغضاريف بقى، في الفقرات. والله ما، إنما إذا جلست ما فيني أي شيء، إذا مشيت أمشي لمية متر مزبوط، وبعدها أبدأ أثقل وألم، ألم شديد. ألم مكانه بتقول أسفل الظهر؟ لا، أسفل الظهر ما في ألم. برودة. برودة. تصير برودة زي، وبعدين تصير زي الاسفنج، ما أحس به، زي المخدة. والألم مكانه فين طب مع المشي؟ بيجي مكانه فين؟ الألم تحت الركبة شديد جدا. تحت الركبة من السمانة، من ورا؟ من ورا، من الخلف. طيب أنت حضرتك عندك سكر؟ لا والله ما سكر، عندي ضغط شوي. حضرتك طبعا محتاج تعمل أشعة. يتشاف الشريان طبعا، دي اعراض ممكن طبعا تكون ماشيه مع انسداد في الشرايين. فهي الاشعه اسمها دوبلكس، دي اشعه مبدئيه. اشعه دوبلكس. دي هتحدد مبدئيا في انسداد ولا لا. اذا طلع في انسداد هتحتاج اشعه تانية، مرحله تانية اشعه بالصبغه عشان يتحدد مكانه فين بالظبط وتحط خطه علاج. ايوه. طيب في مركز كويس ولا طبيب كويس
انا ما عنديش، مش هقدر في حضرتك قوي في الموضوع ده، بس حضرتك محتاج طبعا تراجع دكتور اوعيه وهو يوصف لك ال باذن الله. طيب ناخذ اتصال معنا ابراهيم. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. السلام عليكم دكتور، لو سمحت سؤال بسيط، ليش اللي يكون عنده 3 فيزلز بلوك يحتاج انه يعمل كابج مش كاردياك كاث او بلس بي سي اي ستنتينج؟ بص حضرتك، انا يعني في الاول خالص قلت ان الكورونريز او التاجيه بره السكوب بتاع الفاسكولار سيرج، فللاسف انا مش هقدر افيد حضرتك قوي في السؤال ده. هم ليهم جايد لاينز طبعا بيمشوا عليها، بس انا مش اوير بيها قوي، مش تابعها. طيب دكتور شكرا جزيلا، حياك الله. حنطلع فاصل مستمعينا ونعود مكملين معكم موضوعنا عن امراض الاوعيه الدمويه، ابقوا معنا. عودة إليكم مستمعينا الكرام، أذكركم بأرقام التواصل هاتفيا للراغبين بإبداء أي سؤال أو استفسار حول موضوعنا عن أمراض الأوعية الدموية، كذلك حديثنا عن الدوالي والجلطات يجيب عنها دكتور أيمن إبراهيم استشاري جراحة الأوعية الدموية. اتصالكم على الرقم 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. معنا اتصال. عمر. ألو، السلام عليكم. يا هلا عمر، وعليكم السلام. يا خالد كيف الحال؟ الحمد لله، حياك الله. معك الدكتور. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. حبيت أسأل، بس فترة قبل فترة كنت أحس ألم كده في الصدر، أحيانا في البطن، زي النبضات كده تجي، أحيانا تتحول لليسار، بس ما في، ما يعني من دون جهد، لما أكون أمشي ولا ألعب كورة ما في أي حاجة. فرحت عند الدكتور، كشفت، سويت إيكو، وكان يقول لي عندك تضخم في القلب في الآن. وأخذت علاج، أيوه أخذت علاج فترة وتركته دحين. فما الحين كده حاسس انه احسن من الاول بكتير، بس احس احيانا تعذب، بس ما تقول الارموطي ده اللي على البطن، احس احيانا نبضات كده على البطن. يعني حضرتك حاسس ان في نبض محسوس بزياده عن الطبيعي في بطنك، مش كده؟ ايوه ايوه ايوه. طيب هو حضرتك عندك كم سنه؟ 28 سنه. ما بتتعالجش من حاجه مش كده؟ لا لا الحمد لله، ولا حاجه ضغط ولا سكر الحمد. بص، هو سن حضرتك صعب يجي فيه تمدد، لكن احيانا في امراض معينه بتعمل المشكله دي، بس طالما انت حاسس بنبض زياده او حاسس انه مش طبيعي وده جد عليك ما كانش موجود قبل كده، ايوه انا انصحك باشعه مقطعيه بالصبغه على البطن، على البطن، على شرايين البطن. طيب هذه الشرايين أحيانا تسبب مقصد، تسبب إسهال مستمر، تسبب أشياء. أفندم؟ أقول التمدد ده أحيانا يعني يسبب مقصد إسهال وكده. نقص إيه؟ الإسهال يعني هذا. لا هو مش هيعمل إسهال، ممكن يعمل إمساك لو كان كبير قوي، لكن إسهال لا. نعم. طيب معنا اتصال آخر، دام العافية أخونا عمر. اتصال هدى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس عندي سؤال. تفضل. في مثلا في بعض الأشخاص لما يكونين بعد المشي مثلا لما يرتاح تجي تشنجات، مثلا تكون عند النوم أو شيء في يعني في الساقين وفي الأرجل عموما، بس أحب أعرف هل هذه يعني مؤشرات لحدوث يعني انسدادات في الشرايين والأوعية؟ حضرتك قصدك ان هو حد عمل مجهود وبعد كده روح ونام، واثناء ما هو نايم بدا يجي له تشنجات مش كده؟ ايوه احيانا تشنجات في الساقين والقدمين، يعني تكون تشنجات كده بعد المشي او بعد المجهود، اي مجهود يكون. لكن اثناء المشي ما فيش مشكله؟
لا ما في مشكلة، ممكن ألم خفيف بس يكون. لا ده نقص تدريب، هو يعني ده معنى أن العضلات طلعت حاجة اسمها لاكتيك أسيد أو حمض لاكتيك نتيجة نقص التدريب، زي أي حد عمل مجهود عنيف وهو مش مدرب كويس، فده طبيعي بيحصل للناس كلها، بيحصل لنا شخصيا. الله يعطيكم العافية. أيضا اتصال أحمد أو محمد، حياك الله محمد. ألو. يا هلا محمد، حياك. مرحبا، حياك الله. حمد الدوسري. هلا حمد، تفضل أخوي. الله يحييك. أنا عمري 47 وقبل تقريبا 6 شهور رجعت الدكتور وقال لي أنت عندك ضغط، لازم تأخذ حبوب ضغط، واخذت حبوب ضغط وكتب معاه اللي هو علاج اللي هو السكر، هذا حق السكر اسمه كوفلاج أو حاجة زي كذا، يقول أنت احتمال يكون عندك سكر حكم الوالد والوالدة عندهم سكر، يقول ممكن يجيك سكر إذا ما تأخذ العلاج هذا. برضو وصف لي اللي هو حق الكوليسترول. الآن قبل تقريبا 4 شهور بديت أحس بألام في الأرجل، العضلات كأني لاعب تمرين قوي، يعني أنا كنت ألعب تمارين وتجيني الآلام هذه، بس لما يعني أعمل مجهود قوي الآن بدون مجهود بدون شيء أحس بالآلام هذه، يعني ماسك معي من فوق من الفخذ فوق على العضلة حقت الفخذ على العضلة حقت الساق، هذه بصراحة تعبتني بدون تمرين بدون شيء. يعني انت بتبقى قاعد عادي كده من غير اي حركه، قاعد على كرسيك او على سريرك ويحصل كده، ولا مع حركه بسيطه؟ لا لا بدون حركه بدون شيء، انا مرتاح يعني ما سويت مجهود، يعني ما عملت مجهود بس احس بالالم هذه. دخلت على النت قالوا لي ممكن الكوليسترول، هذا الحبوب حقه الكوليسترول تسبب الشيء هذا. طب حضرتك عندك كم سنه؟ عندي 47 سنه. 47 وعندك السكر والضغط؟ لا السكر يقول احتمال يجيك السكر اذا ما يعني ما تعمل حميه وكذا ممكن يجيك السكر. طيب انت حضرتك لما تقوم تتحرك، يعني تقوم تتمشى، بيحصل مشكله ولا بتتمشى عادي من غير مشاكل؟ لا امشي عادي، بس بدايه اول ما اقوم يعني احس بالالم هذا، يعني الم صراحه فظيع، بعد كذا خلاص طبيعي ما عاد عندي مشكله. يعني ساعه لما تيجي تقوم بس في الركبه اكتر وحاولين الركبه؟ مو بالركبه، الركبه لا، العضلات حق العضله الخلفيه حقت الفخذ والعضله الخلفيه حقت الساق. طب انا قد ايه الحكايه دي؟ الان تقريبا 3 شهور. طيب هو الحكايه دي كده ما لهاش علاقه بالاوعيه الدمويه. نعم. فده غالبا هيبقى الام عضلات والام عظام، ممكن تراجع دكتور عظام يفيدك اكتر باذن الله. اخونا احمد. الو. يا هلا اخوي احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا هلا يا هلا، معك الدكتور. أبو سهل الدكتور، الله يمسيك بالخير يا دكتور. أهلا بيك، أهلا وسهلا حبيبي. أنا سويت تحاليل وطلع عندي فيتامين دال نازل مرة، وعندي بالنسبة للفيتامين دال وصرف لي الدكتور علاج، يأثر على الأوعية الدموية فيتامين دال؟ إيه. لا ملوش علاقة. الحبة 5000؟ لا لا ملوش علاقة، ملوش علاقة. لا لا. طيب لو سمحت لي الوقاية من الجلطات يعني على السريع كذا الله يحفظك. بص انت حضرتك عندك كم سنة؟ 46. وما فيش أمراض الحمد لله بتعالج منها؟ الحمد لله ما في، بس في آلام في العضلات والمفاصل. طيب انت يعني بالنسبه لسنك وبالنسبه ان انت ما عندكش امراض، احسن حاجه ليك انك تمارس الرياضه بشكل مستمر وتبطل سجاير زي كنت بتشرب. نعم، وان شاء الله قدامك العافيه باذن الله. طيب معانا اتصال اخر، ام امل. مرحبا. طيب لعله انقطع الاتصال. ناخذ اتصال اخير قبل ما ندخل في نقاطنا الاخرى. الو مرحبا. مرحبا. طيب نعود إذا كان هناك متبقي في موضوع التمدد الشرياني دكتور، من ناحية طبعا الأعراض، ونتكلم أيضا عن العلاج والوقاية. بس كان في نقطة حابة أضيفها في موضوع الأعراض، إن احنا بينصح دلوقتي برضو لأي حد فوق 60 سنة أيوة. يعمل روتين أشعة تلفزيونية على البطن عشان خاطر اللي هو الأنيوريزم ده أو التمدد ده، زي ما قلت لك بيكتشف صدفة، وإحنا مش عايزين نخليه يكبر قوي لحد ما يوصل لمرحلة انفجار ويجي العيان أول ما نشوفه هو والعياذ بالله بينزف وحالته مش كويس. نعم.
فبرضه ينصح بان احنا نعمل الالترا ساوند ده مره واحده بس يعني لكل منهم فوق الست. نعم. طبعا اذا كان طرق العلاج لمثل هذه الامراض مبدئيا الانسداد المزمن في الشرايين هو الفكره مبسطه, هو في حته في الشريان مسدوده انا عندي حاجه من اتنين, يا اما اعمل كوبري اعدي السدد ده وده الاسلوب الجراحي اللي هو بيسميه باي باس, يا اما بدخل من جوه الشريان بالات معينه وادوات معينه واوسع السدد ده وافتحه ببالونه. نعم. ده اللي هو يسمى الاسطره التداخليه, فهو يا اما اصلاح الشريان من الداخل بالاسطره يا اما جراحه. نعم. طيب في حل تاني للحالات المبكره شويه اللي هو العلاج الدوائي والمتابعه. طيب. ده لما يبقى عيان عنده الالم اللي هو الكلوديكيشن الاثناء المشي دوت وبيمشي مثلا 300 متر مسافه مش قليله. نعم. وهو يعني سنه كبير ومش محتاج يمشي كتير قوي, ده ممكن نصبر عليه وما نعملوش حاجه لكن نديله علاجات معينه ونتابعه. يعني هذا اللي مثلا عمل كشف ووجد انه هو معرض لمثل هذا الامر يعني بياخذ العلاجات دي يعني سواء ادويه او غيرها؟ لا هو قصدك وقائي؟ نعم. وقائيا لا ما تتاخدش وقائيا. ايه يعني بتتاخد للي عنده اعراض فعلا. نعم. بس نعم. اعراض بسيطه محتمله زي ما اديتك مثال كده, عيان عنده 70 سنة بيمشي 300 متر هو مش محتاج اكتر من كده. فده ممكن نستنى عليه. انما لو عيان عنده 30 سنة ولا 40 سنة وبيمشي 50 متر لا ده خلاص مش هينفع معاه علاج بقى, ده لازم عملية. نعم. سواء قسطرة او جراحة. نعم. معنا اتصال هاتفي ناخذ السؤال. طيب مرد لكن حنطلع فاصل مستمعينا وبإمكان أنكم تتصلوا علينا على الأرقام التالية 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100 لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. طبابة ألف مع عادل ضربة العيادة المسموعة. مستمرين معكم مستمعينا الكرام حول موضوعنا عن أمراض الأوعية الدموية مع دكتور أيمن إبراهيم استشاري جراحة الأوعية الدموية, وطبعا مكملين معكم أيضا استقبال اتصالاتكم على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. معنا اتصال محمد الحكمي. حياك الله محمد. وعليكم السلام وبركاته. مساء الخير. حياك يا هلا والله. ممكن اسال الدكتور سؤال كرسي بس؟ اتفضل. هل وظائف الكلى ووظائف الكبد لها دخل بالجلطات وعمليات الجسمر والاشياء هذه؟ طبعا هو بالذات وظائف الكلى. وظائف الكلى ولما يبقى الكلى فيها مشكلة يعني أنا عنده فشل كلوي ممكن من ضمن الأسباب الثانوية اللي تعمل تصلب في الشرايين. دي نقطة. النقطة التانية دايما لو احنا هندي لو هنعالج عيان عنده تصلب شرايين وانسداد وهنعالجه بالقسطرة بنستخدم مادة معينة صبغة بتلون شكل الشريان عشان نشوفه تحت الأشعة, فالصبغة دي مضرة للكلى. فدايما عيان اللي عنده فشل كلوي ما بينفعش يتعمل له قسطره الا بمحاذير معينه او في ظروف معينه يعني. لكن طبعا ليه علاقه. نعم. معنا عز. مرحبا. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت اسال الدكتور ايمن بس سؤال. تفضل. والله انا يعني لما اعمل اي مجهود سواء جريت شويه في الرياضه او لعبت ماتش كوره بحس ان نفسي خلاص, لو انا ما جلستش يعني ممكن اقع على الارض. انت بتحس بضيق نفس؟ بحس بضيق نفس جامد لدرجه ان انا لو ما سندتش على شيء او انا ما وقفتش خلاص انا انطبح على الارض على طول. طيب وضيق نفس مع الم ولا ضيق نفس بس؟ لا ضيق نفس بس. انت حضرتك عندك كام سنه؟ 32. هو الوزن حضرتك قد ايه؟ يعني ممكن نقول 75-76 حدود ديت يعني. طيب هو يعني حضرتك ما فيش اي مشاكل في الصدر مش كده؟ يعني ما فيش مشاكل
في الجهاز التنفسي أزمة أو حساسية أو حاجة؟ لا 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 ما فيش أي شيء. هو سن حضرتك صعب يحصل فيه مشاكل في الشرايين، بس لا يعني حضرتك الأعراض اللي بتقولها دي لازم تتاخد بجد طبعا، وحضرتك راجع دكتور قلب، لأن هو كده حضرتك هتحتاج على الأقل مبدئيا رسم قلب وأشعة تلفزيونية على القلب إيكو، لأن دي ممكن تكون أعراض شرايين القلب يعني. وان شاء الله ما يطلعش حاجه، بس هو طبعا من باب الاطمئنان يعني، من باب الاطمئنان، واصل حضرتك صغير انا ما اعتقدش ان يبقى في حاجه، بس من باب الاطمئنان ومش هنخسر حاجه ان شاء الله. ان شاء الله قدامك العافيه اخويا عادل. يا هلا. طب دكتور احنا نكمل جزئيه العلاج في التمدد الشرياني اذا كان نتكلم فيه، ثم نريد ان ندخل في موضوع الجلطات وانواعها. هو العلاج التمدد الشرياني يعني الاول هعالجه ولا ما عالجوش؟ أيوة. دي كان في ديبيت كبير قوي ودراسات كتير اتعملت، في الاخر وصلوا ان انا محتاج اعالجه لما يوصل لنسبه معينه من التمدد. يعني مثلا هدي امثله، الشريان الاورطي مثلا لما يوصل حجمه، هو الطبيعي بتاعه 25 ملي مثلا، لو بقى عدى 30 يبقى اسمه تمدد، ده مش طبيعي. طيب من 30 لحد 50 انا ممكن استنى عليه، او 55 اتابعه، يتابع كل 6 شهور بيتعمل له اشعه متابعه. نعم. لو زاد عن 55 ملي او 5 سنتي ونص لا لازم يتعمل له ايه. في طريقتين للعلاج وطريقتين متنافسين جدا لغايه النهارده، في بينهم منافسه يعني، كل طريقه بتحاول تثبت جدارتها. الطريقة الجراحية التقليدية العادية ان هو بيتفتح البطن العياني اذا كان شريان اورطي او اي شريان، جراحيا بيتصلح بيتشال التمدد ده ويتحط مكانه شريان صناعي. نعم. وفي الطريقة التانية اللي ظهرت مؤخرا بقالها حوالي قرب 20 سنة دلوقتي، اللي هو برضو بنفس فكرة الاسطرة، ان انا وسعت بيها شريان المقفول، هدخل برضو بالقسطره واحط شريان صناعي من جوه الشريان من جوه التمدد ده، بحيث يطلع التمدد ده يلغيه خالص، يعني يلغيه كانه مش موجود. نعم. بتكنيك معين يعني. نعم. لو اردنا نتكلم دكتور عن الجلطات، هي على نوع واحد ام انه عده انواع، خاصه في موضوع الاوعيه الدمويه؟ لا هو جلطه الاوعيه الدمويه بتبقى زي ما قلنا، الاوعيه الدمويه شريانيه وريد، فالوريد ممكن يحصل فيه جلطه والشريان. أيوة. ممكن يعني يحصل فيه هنا وارد وهنا وارد. طبعا. نعم. اشهرهم اللي بتيجي اكتر اللي هي جلطه الوريد دي. أيوة. الى حد ما منتشره اكتر شويه من جلطه الشريان. جلطه الوريد هو يعني طبيعي ان الدم ماشي في الوريد بشكل طبيعي لاسباب متعدده، بقى ممكن يحصل تجلط في الدم جوه الوريد فيسده. أهم أسباب كتير متعددة، زيادة تخثر الدم أو زيادة تجلط الدم. أهم ناس بنشوف فيهم موضوع جلطة الوريد ده اللي هم الحوامل وما بعد الولادة. أيوة. لأن هم بيبقى عندهم هرمونات معينة مختلفة بتؤدي إلى زيادة تجلط الدم ده، بيبقى عندهم قابلية زيادة للتجلط. كمان العينين اللي هم بتوع الكسور والعظام، اي عين عنده كسر خلاه يقعد في السرير، زي مثلا كسر في العظام الكبيره عظمه الفخذ او كده، او كسر الحوض او خلافه، ده بيرقد في السرير. رقده السرير دي في عين عنده كسر او عين خارج من جراحه من عمليه ايا كانت، طبعا ده عرضه كبيره جدا ان يجيله جلطه وريد. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن في تخلي الدم يتجلط، حاجات امراض وراثيه بقى بتخلي عناصر معينه في الدم خاصه بالتجلط بتبقى زياده شويه، فدي برضو بتحصل كتير، وخصوصا لما نلاقي شاب صغير جايب جلطه في الوريد وما عندوش اي سبب ليها. نعم. لا هو عنده كسر في عظمه ولا عنده ولا عمل عمليه وخارج منها وفجاه كده جاله جلطه. كتير بنلاقي بقى موضوع اللي هو مش نادر يعني، هو منتشر الى حد ما. نعم. الخلل الوراثي اللي بيؤدي للتجلط. نعم. نتكلم عن الأسباب اللي ممكن توصلنا إلى مثال ذكرت يعني، والأعراض موجودة يعني. الأعراض يعني زي ما قلت في أول حلقة خالص، إن لما الوريد ببساطة شديدة لما الوريد يتسد، الدم اللي راجع من النسيج مش هيعرف يرجع، فهيتحوش في النسيج فهيورم. نعم. يبقى محتقن. فهي أهم عرض للجلطة الساق دي أو جلطة الوريد العميق اللي في الساق.
تورم. نعم. في الرجل كلها من عند الركبه, ممكن من فوق الركبه حسب الليفل, حسب المستوى بتاع السدد فين بالضبط. اي نعم. طبعا الواحد ممكن انه ينتبه لها, مش هتكون فجاه كذا ولا كيف دكتور؟ لا هي بتبقى فجاه يعني, هو أيوة. فجاه العيان بين يوم وليله كده يصبح يلاقي رجله ورمه. نعم. وبتوجع. ايوه دي الشكوى الاساسيه بتاعت, وغالبا بيبقى عنده حاجه اللي هي بنسميها بريديسبوزنج, يعني حاجه حصلت عمل يعني خارج زي ما بقول لك من عمليه. ايوه. كان عنده كسر او حامل او لسه والده. نعم. دول اهم الحاجات يعني. لكن طبعا زي ما قلنا ان لو حصل من غير اي سبب بنبدا نشك في الحته بتاعت الامراض الوراثيه دي. نعم. تعطينا فكره دكتور عن طرق علاج الجلطات؟ هي مشكله الجلطه الاساسيه جلطه. أيوة. الوريد, انها الجلطه دي ممكن ديتاتش من الفين يعني من الوريد بالبلدي كده, تسرح وتروح على الرئه. ده بيحصل, وبدل ما تتحول من جلطه سده اورده الرجل ده تسده اورده الرئه, ودي مشكله خطيره لان سداس في اورده الرئه دي او شريان الرئه بمعنى اصح, لان هو لما يرجع على القلب ويروح هيبقى شريان. سدان الشريان الرئوي ده هيعمل مشكله كبيره. نعم. فاحنا الهدف ان احنا نتجنب المشكله دي اهم هدف في الموضوع, ان احنا ما يحصلش قصه بتاعت الجلطه الرئويه دي. اهم طريقه علاج للموضوع الجلطه الوريد ده ان العيان ما يتحركش لفتره معينه, يقلل الحركه ويقعد في السرير ويرفع رجله 45 درجه, رفع الرجل بيقلل التورم. قلة الحركة ان الحركة العضلات بتتحرك بتعصر في الوريد, فممكن تعصر الجلطة تطردها على الرئة. دي فكرة عدم الحركة الراحة يعني. ليه العيان بتاع الجلطة بينصح بالراحة؟ عشان النقطة دي, ما عملش حركات في العضلات فما عصرش الوريد فما انطرش الجلطة على فوق. نعم. وبعد كده بندي ادوية سيولة بشكل معين بحيث ما يحصلش تجلط زيادة عن اللي اتعمل. هي ما بتدوبش الجلطه اللي حصلت بس ما بتخليش الجلطه تزيد. ايوه هو ده الهدف. نعم. في حالات معينه بيبقى مش عارفين ندي فيها ادويه سيوله, زي عيان مثلا كان عنده نزيف في المخ, عيان عنده. أيوة. مش هينفع اديله ادويه سيوله هتزود النزيف. هتزود النزيف فعلا. فهم بحط حاجه اسمها فلتر, ده زي مصفى كده, فلتر هو زي اسمه ما بيقول, بحطه في الوريد الاجوف الكبير اللي في البطن بحيث اي غلطه تخرج من وريد الرجل تطلع على فوق تقوم ممسوكه في الفلتر ده ما تطلعش, يحبسها يعني. ايوه فالفلتر هو معناه الحرف. نعم نعم. طبعا اذا كان هناك من الاشياء القريبه من موضوع امراض الاوعيه الدمويه, فيمكن الحديث قد يجرنا الى الحديث عن الدوالي. تعطينا فكره؟ طبعا الدوالي. نعم. من ضمن اشهر الحاجات الامراض الاوعيه الدمويه. ايوه. ناس كتير جدا عندها دوالي بدرجات متفاوته. هي الدوالي ملهاش سبب واضح, بيبقى استعداد وراثي. ايوه. لناس عندها جدار الاورده السطحيه ضعيف شويه مع لايف ستايل معين او اسلوب حياه معين, واحد بيقف كتير, واحد شغلته كلها واقفه, وجود الاستعداد الوراثي ده يبدا يحصل تمدد في الوريد. لان الجدار ضعيف وانا واقف كتير, فضغط الدم ما بيرجعش طول ما انا واقف متحوش في الوريد, فالضغط في الوريد عالي, فبدا الوريد يتمدد ويدي شكل المميز للدوالي ده اللي هو الاورده المتمدده تحت الجلد. ايوه. هي طبعا اذا كان الموضوع يعني السبب الاول هو الوراثه, اذا كان واحد فعلا بيجد انه يعني على درجه العائلات في العائلات, لكن اذا فعلا موجود مثل من هو ابوه او امه او كذا, فكيف ممكن يقي نفسه انه ممكن يصاب الى هذا الشيء؟ هل انه لا يقف كثير؟ هو لا يقف كثير, ما احنا مثلا واحد بيشتغل شغلته مثلا يعني انا جراح مثلا شغلته كلها واقف, هنبطل شغل مش هينفع. بس بنعمل ايه؟ احنا الهدف كله ان احنا نخلي العضلات تنقبض باستمرار. لان انقباض العضلات هيخلي الوريد دايما يفضي الدم اللي فيه, فالضغط ما يعلاش. ايوه. فانا باستمرار عايز ما افضلش واقف ثابت كده, لا افضل واقف احرك العضله. ده طريقه الوقفه نفسها. انا مش هقول للناس ما توقفوش, بس وانت واقف ما توقفش ثابت زي العساكر. لا, وقفه العساكر دي تعمل دوالي لو انت عندك استعداد وراثي. حرك نفسك يعني, اتحرك في مكانك. ايوه.
ما توقفش ثابت فترة طويلة. جميل جدا. وممارسة الرياضة بشكل مستمر وثابت هتقوي العضلات وهتحسن اللي هي المضخة الطرفية دي اللي بنسميها peripheral bone. نعم. أنا أشكرك دكتور أيمن، نحن وصلنا لنهاية الحلقة وحديث الشجون، أن نتعرف على نقاط كثيرة ومهمة جدا للوقاية من أمراض الأوعية الدموية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، بالإمكان العودة إلى هذه الحلقة وهي مسجلة وموجودة على قناة الإذاعة في اليوتيوب. تحية مني أنا عادل برباع، من الكنترول زميلة رشا أنديجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.